خلينا نروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد زي ما تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي. فريقنا الاول اللي لعب في بطوله الابطال في البوسنه وفاز بالفضيه، الحمد لله فرقتنا رجعت بسلامه الله الى ارض مصر. يمكن حابب اقول انها تجربه مفيده، يعني ما فيش كلام. مستر ديفيد ديفيدز الراجل سعيد جدا بهذه التجربه، يكفي ان انت بتلعب فاينل مع فريق برشلونه بطل العالم وبطل اوروبا ويعني واعظم فريق تاريخ في اوروبا، وتخسر منه 37-31 في وقت انت برضو مش في افضل حالاتك، انت لسه في بدايه الموسم. طيب خلينا نقول نذكركم بالبطوله. البطوله اتلعب فيها اربع مباريات النادي الاهلي لعبهم، كان ابرزهم ماتش مونبلييه اللي انتهى بالتعادل، وبعد كده الفاينل على طول مع برشلونه واللي انتهى بفوز برشلونه 37-31. وقدرنا ننقل لحضراتكم البطوله على الهواء مباشره، او على الاقل ماتشين من الاربعه للنادي الاهلي كانوا على الهواء مباشره، ودي طبعا اكيد نقله نوعيه لقناه النادي الاهلي في متابعه ابطالنا مش بس جوه مصر ولكن خارج مصر. انتوا عارفين طبعا قدر استطاعتنا اكيد بنحاول نكون في كل مكان مع ابطالنا. الاهلي هيبدا مشواره في دوري المحترفين قدام نادي الزهور زي ما قلت لحضراتكم 1 سبتمبر اللي جاي، والماتش هيكون على صالتنا صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره. ومفكر حضراتكم ان النادي الاهلي هو حامل لقب الدوري والكاس، واحد المكاسب الحقيقه اللي انا اشرت اليها في الاستوديو التحليلي مع ضيوفي الكرام كان كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبد الله، هو ان احنا خلصنا البطوله الحقيقه بدون اصابات، ودي حاجه مهمه جدا زي ما شفنا اهم لعيب في برشلونه للاسف تعرض لاصابه هيغيب على اثارها سنه كامله. فالحمد لله انت لعبت بطوله قويه، لعبت اربع مباريات قويين جدا مع فرق اوروبيه، الحمد لله يا رب يا رب مفيش اصابات بالرغم العنف الشديد. مهم جدا نخش دوري المحترفين. طب ايه اللي عندنا بعد كده؟ نشتغل في دوري المحترفين حبه، وبعد كده هنطلع على بطوله العالم في او كاس العالم للانديه اللي هتكون في مدينه الدمام في المملكه العربيه السعوديه، واكيد هيتاهل منها مجموعه خلاص ضمنت التاهل، وفاضل بطل البطوله العربيه اللي بينتظره طبعا الاتحاد الدولي عشان يضم اسمه للمتاهلين لبطوله العالم.